انت حصلت لك مشكلة، اه طيب وبعدين هتتألم، اه طب وهتتوجع، اه طيب والمشكلة كبيرة، ايوه طب وايه ايه اللي هيحصل؟ انت هتتحاسب على ده. يعني ايه؟ يعني هتاخد عليه اجر. اه اوعى تنسى دي، اوعى تنسى. فتبقى مبتلى وبتتوجع ومستحضر الاجر، مستحضر ان اهل العافية يوم القيامة هيحسدوا اهل البلاء، بل هيتمنوا لو ان جلودهم قرضت بالمقاليد كده اهو من عظم الاجر اللي هياخدوا اهل البلاء. متخيلين؟ متخيلين الاجر يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا غم ولا حزن ولا اذى ولا هم إلا يكفر الله عز وجل له به من خطاياه.